بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلنا في كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك عند قول الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين: هذا باب العطف. هذا ده اسم إشارة مبتدأ، باب خبر، والعطف مضاف إليه. قال: وهو ضربان، عطف نسق وسيأتي، وعطف بيان، وهو التابع المشبه للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة، وتخصيص إن كان نكرة. يقرأ سيدنا عثمان. طيب، هو الشيخ يقول إن العطف قسمان، في عطف نسق وعطف يا أولادي بيان. عطف النسق يعني بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حرف العطف، أقول جاء زيد وعمر، فالواو حرف عطف وعمر معطوف على زيد، ده اسمه عطف نسق، يعني بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حرف العطف اللي هو الواو أو الفاء أو ثم، يعني حروف العطف كثيرة. لكن عطف البيان أقول مثلا حضر الخليفة عمر، فعمر ده عطف بيان. لما أقول جاء الخليفة قد يكون الخليفة عثمان أو علي، لما أقول عمر بيانت من هو الخليفة، ده اسمه عطف إيه؟ بيان، يعني بيانت من هو الخليفة، فده اسمه عطف بيان. قال: وهو التابع المشبه للصفة. ازاي التابع المشبه للصفة يا شيخنا؟ ها؟ ازاي التابع المشبه للصفة؟ لما أقول مثلا جاء رجل صالح، صالح صفة لمين؟ لرجل، صح ولا لا؟ وطيب لما أقول مثلا جاء الرجل الصالح، فلما أقول جاء الرجل أردنا أن نوضح من هو الرجل، قلنا الصالح، نقول جاء زيد، زيد ممكن هذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، لكن في واحد مثلا صالح وواحد كاتب، فاهم ولا لا؟ لما قلنا الصالح أو الكاتب أو الشاعر بيّنت من هو زيد. فالصفة توضح الموصوف إن كان معرفة، وتخصصه إن كان نكرة. نقول جاء أنا رجل، طب مين الرجل؟ أقول صالح، فلا تخصصه. معنى تخصصه يعني يبقى قريب من المعرفة، لأن النكرة إذا وصفت أو إذا أضيفت النكرة تفيد التخصيص، معنى التخصيص يعني أصبح قريب من المعرفة. فكذلك عطف البيان. طب إذا ما الفرق بينهما؟ إذا كان عطف البيان يفيد التوضيح والتخصيص وكذلك الصفة، كيف أفرق بينهما؟ أفرق بينهما إن عطف البيان لازم يكون اسم جامد، بعكس يا أولادي الصفة لازم تكون اسمه مشتق. معنى مشتق يعني اسم فاعل، جاءنا رجل صالح أو عالم أو اسم مفعول زي كلمة مضروب أو مشتوم أو صفة مشبهة زي كلمة حسن الوجه. يبقى إذن الصفة لابد أن تكون مشتقة، والمشتقات الاسم المشتق كما عرفنا يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعل تفضيل. هذا الفرق بينهما. لكن اللي يفيد عطف البيان هو نفسه اللي يفيد النعت بالضبط، فالنعت الغرض منها توضيح الموصوف اللي هو المنعوت أو تخصيصه، كذلك اللي أولادي إيه؟ عطف البيان. قال: والأول متفق عليه اللي هو توضيح المعرفة يعني، وقول الشعر: أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص عمر. أقسم فعل ماض، بالله جار ومجرور متعلقان بالفعل. أبو حفص، أبو فاعل مرفوع لأن ترفع الواو من الأسماء الستة، وحفص مضاف إليه. عمر هو ده اسمه إيه؟ عطف بيان. ده عطف إيه يا شيخنا؟ بيان، كويس.
لأن لما أقول أبو حفص قد يكون أبو حفص شخص آخر غير سيدنا عمر، فلما قلت عمر بينت من هو أبو حفص. وطال أحزن تفضل. ها؟ ما كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدلا، إلا إذا لم يصح إحلال محل الأول. يعني ممكن تقول عمر بدل وممكن عطف بيان، لكن أحيانا يعرب عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدلا في مسألتين، بس إن شاء الله بعد قليل هقولهم يعني. بس في نقطة مهمة يعني يا ريت يا أستاذة تفهمي. طيب إيه الفرق بين أقول عطف وأقول عطف بيان يعني بدل أو عطف بيان؟ افهم الفرق الدقيق اللي حضرتك ذكرت به الآن. لم المسن جاءت الطالبة فاطمة، جاء فعل ماض والطالبة فاعل، صح يا ولادي؟ جاء ده فعل والفعل يسند إلى الفاعل، فده مسند والفاعل مسند إليه. فلما أقول جاءت الطالبة وأعرف فاطمة عطف بيان وممكن أعربها بدل، طب ما الفرق؟ لو قلت جاءت الطالبة يبقى المقصود بالمجيء هو الطالبة بس، يعني أسندنا الفعل إلى الطالبة هي اللي جاءت، ثم بينت من هي الطالبة قلت فاطمة. سمعني يا بنتي؟ مش أنت عندك الفعل مسند والفاعل مسند إليه؟ أنا أسندت لك المجيء بعد ما قلت جاءت الطالبة، يبقى أسندنا الفعل إلى إيه يا ولادي؟ يا ولاد ردوا، إلى إيه؟ الفاعل. طيب ثم بينت من هي الطالبة قلت فاطمة، فده اسمه عطف بيان. طب لو عربتها مبتدأ يبقى اللي جاءت فاطمة مش الطالبة، لأن المقصود بالمجيء البدل تابع مقصود بالحكم اسمه إيه؟ قول يا بنتي رد عليا، تابع مقصود إيه؟ إيه الحكم يعني؟ مش حكم يعني حكم المحكمة، المقصود بالمجيء هو فاطمة. ليه؟ لأن البدل تابع بعكس التابع كلها، تابع مقصود بالحكم. فلما أقول حضر الشيخ محمد يبقى المقصود بالحضور محمد مش الشيخ. برضو ما فهمتهاش؟ فهمتيها؟ وضحت لك؟ يعني أنت حضرتك مدرسة، لما جاءت المدرسة آية، لو أنت عربت آية دي عطف بيان يبقى اللي جاءت المدرسة، وحبنا نبين من هي المدرسة قلنا آية. طب لما أقول جاءت المدرسة آية وعربتها بدل يبقى المقصود بالمجيء آية مش المدرسة، لأن هذا البدل تابع مقصود بالحكم. وصلت يا بنتي؟ هذا السبب بيقول لي كل ما جاز أن يعرب بعطف بدل جاز أن يعرب إيه؟ بدلا يعني. قال والثاني أثبته الكوفيون وجماعة. الثاني يا أولادي اللي هو إيه؟ إحنا قلنا عطف البيان يا سيدنا يفيد ما يفيده النعت من توضيح ما قبله أو التخصيص، صح يا جد؟ الأول ده متفق عليه، الثاني مختلف فيه. البصريون أنكروه والكوفيون أثبتوه. طيب وقالوا من قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين. طبعا في قراءة أو كفارة طعامي، صح يا شيخ أحمد؟ أو كفارة طعامي دي قراءة، وفي أو كفارة، فمن قرأ بالتنوين أعرب طعام مساكين عطف بيان يفيد التخصيص، يعني خصص الكفارة بطعام المساكين. فهمت ولا لا؟ لأن كفارة عامة، قد تكون كفارة دي صيام، قد تكون عتق رقبة، صح يا أولاد ولا لا؟ لما قال كفارة أراد أن يخصص هذه الكفارة، خصصها في طعام المساكين. واضح يا أولادي؟ واضح ولا لا؟ هكذا قال الكوفيون. ومنه قوله تعالى من ماء صديد، كلمة ماء ده نكرة، صديد يعني على رأي الكوفيين بيان المقصود بالماء، فخصصوه بأنه صديد،
سمعنا يا شيخنا؟ طيب، وبعد كده إيه؟ والباقون يوجبون في ذلك البدلية ويخصون عطف البيان بالمعارف. يقول إن عطف البيان لا يدخل إلا المعارف فقط اللي هم البصريون يعني، لكن هنا يعرب بدل. يعني إيه بدل؟ الماء هو الصديد والصديد هو الماء، الكفارة هي طعام المساكين، مساكين يبقى هي ده اسمه بدل مطابق. اسم بدل يا أولادي إيه؟ مطابق، هو نفسه، لأن البدل في بدل مطابق، في بدل بعض من كل، في بدل اشتمال، ده اسمه بدل مطابق. يعني الكفارة هي نفسها المقصود بها طعام المساكين، والماء المقصود به الصديد. هكذا قال البصريون. قال ويوافق متبوعه في 14 أوجه: الإعراب والإفراد والتذكير والتنكير وفروعهن. عايز أقول لك عطف البيان مثل النعت يتبع ما قبله. تعالوا شوفوا يا أولادي، حضر الخليفة عمر، الخليفة مذكر وعمر مذكر، ده مفرد ده مفرد، ده مرفوع ده مرفوع، علامة الرفع الضمة علامة الرفع الضمة، إذا طابقه في كل شيء. هذا المقصود يا أولادي، عطف البيان يتبع ما قبله في 14. الرسول طيب إيه حكاية 14 دي؟ عارفين إيه حكاية 14؟ خدوا بالكم. طيب شوف كده، إحنا عندنا إعراب، إعراب يشمل مرفوع ومنصوب ومجرور، يعني في ضمة وفتحة وكسرة، هذه ثلاثة. طيب تعريف وتنكير، ده اثنين، يعني الكلمة إما معرفة وإما نكرة. طيب في عندنا العدد، العدد يعني مفرد ومثنى وجمع. بعد كده في تذكير وتأنيث، هذه ثلاثة واثنين خمسة، وثلاثة واثنين خمسة المجموع 10، هناخد من 10 4 بس. فلما أقول مثلا جاء الخليفة عمر، نقل الإعراب، هناخد مرفوع ومنصوب ومجرور، ناخد منهم في المثال إيه؟ المرفوع، يبقى أخذنا واحد من الثلاثة. تعريف وتنكير، ده معرفة وده معرفة صح؟ يبقى أخذنا من التعريف والتنكير واحد، أدي اثنين أهو. طيب مفرد ومثنى وجمع، هناخد منهم إيه؟ مفرد. طيب مذكر ومؤنث ناخد إيه؟ أدي الأربعة من عشرة. فهمت يا ولاد ولا لا؟ صليتوا على الرسول يا أولادي؟ طيب كده واضح ولا لا؟ يبقى عرفنا أن العطف البيان يوافق ما قبله في 14. قال وقول الزمخشري إن مقام إبراهيم عطف البيان على آيات بينات مخالف لإجماعهم. يعني الزمخشري بيقول إيه؟ قول يا شيخنا الآية، ها؟ مقام إبراهيم، ها؟ فيه آيات بينات، شوف فيه آيات بينات. قال آيات البينات هي مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هي آيات بينات. ما الذي قال هذا الزمخشري؟ قال ده مخالف. ليه يا ولادي مخالف؟ لأن المفروض يحصل تطابق بين عطف البيان وبين يعني الذي. طب كلمة آيات جمع ولا مفرد؟ طب مقام، هذا المخالفة الأولى هي، صح ولا لا؟ طيب المخالفة الثانية، أولاً مقام إبراهيم نكر أضيفة المعرفة فاكتسبت منها التعريف، يبقى ده معرفة، لكن آيات بينات نكرة، لنكرة وصفت بنكرة، فهمتوا ولد ولا؟ أو آيات بينات يعني نكرة أضيفة نكرة فأصبحت نكرة، يبقى ده نكرة لكن ده معرفة، ده جمع ها وده مفرد. طب ده مؤنث وده مذكر، هذه المخالفة دي. يبقى ما قاله الزمخشري مخالف لإجماعهم، لإجماع العلماء يعني. وقوله وقول الجرجاني يشترط كونه أوضح من متبوع مخالف القول سبيه يا هذا ذا الجمة. صلوا على الرسول. لما قلت مثلا حضر الخليفة عمر، الخليفة معرف بإيه؟ بأل، والعمر معرف بالعالمية. طب المعارف، هل تعرفون المعارف؟ المعارف ترتيبها الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف بأل، صح ولا لا؟
يبقى هنا عطف البيان اللي هو عمر أوضح من إيه؟ مما قبله، لأن ما قبله معرف بأل، وده يبقى ترتيبه رقم 5. لكن عمر علم، ده ترتيبه الرقم الثاني، صح ولا لا؟ صح يا ولادي؟ طيب، الزمخشري ومعه الجرجاني قال لازم يكون عطف البيان أوضح، قالوا لا، طب ما سيبويه إمام النحاة لم يشترط هذا الشرط، قال يا هذا، قال أهو يا هذا، بعد كذا الجمة، قال ذا الجمة عطف بيان، مع أن الإشارة أوضح من مضاف إليه. يفهموا يا أولاد، صلى على رسول الله. سيبويه أورد عن العرب هذا الكلام، قال إيه؟ يا هذا ذا الجمة، ذا الجمة يعني صاحب الجمة اللي هو الشعر الكثيف، يعني اللي هو ظاهر الموضة الآن، فهمتوا ولا لا؟ يا هذا ذا الجمة. طيب، هذا مش اسم إشارة؟ طب ترتيب المعارف، الضمير العالم اسم الإشارة، يبقى اسم الإشارة في الترتيب رقم إيه؟ ثالث. طيب، لما أقول ها ذا الجمة، ذا بمعنى صاحب، بمعنى إيه؟ ده آخر أنواع المعارف، لأن المعارف عندنا الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الموصول والمعرب بأل والمضاف لمعرفة، فهمتوا ولا لا؟ إذن عرب الشيخ اللي هو سيبويه ذا الجمة عطف بيان رغم أنه ليس أوضح مما قبله، يبقى كأن ابن هشام يرد على الزمخشري وعلى الجرجاني اللذين قالا لابد أن يكون عطف البيان أوضح من المتبوع، فهمت يا ولاد ولا لا؟ طيب كمل يا ولاد. ويصح في عطف البيان ايه؟ ده سؤال حضرتك اهو. ويصح في عطف البيان ان يعرب بدل كل من كل، خلاص، الا ان امتنع الاستغناء عنه. لما اقول هند قام زيد اخوها، انتبه كده يا بنتي، ادي هند قام زيد اخوها، هنا هنعرب أخوها يا بنتي، هنعرب إيه؟ عطف يا مش بدل. ليه؟ لأن لا يصح الاستغناء عن كلمة أخوها دي. لما هند قام زيد، طب ده زيد أبوها ولا أخوها ولا عمها ولا خالها؟ فقال ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل إلا إن امتنع الاستغناء عنه أو إحلال محل الأول، زي يا زيد الحارس، وزي البيت الثاني ده. يبقى في هذه الحالة كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب إلا في المسائل اللي احنا قلناها ده. فقال إلا إن امتنع الاستغناء عنه هند قام زيد أخوها. هل يمكن أن نستغنى عن كلمة أخوها؟ ما احنا لو استغنينا مش هنعرف مين هو زيد. هند قام زيد، طب زيد مين؟ أقل أخوها. يبقى هنا يعرب يا بنتها عطف بيان، خلاص. يا زيد الحارث، لما أقول يا زيد الحارث، زيد علم، صح ولادي؟ العلم ينادى مباشرة يا نوح اهبط بسلام. لكن هل تستطيع إدخال يا على ال؟ ينفع تقول يا الحارث يا الأستاذ؟ لا يجوز، إلا إذا أتيت بأي أو أيتها، أقول يا أيها الإنسان يا أيتها النفس، لكن لا يجوز نداء ما فيه المباشرة إلا لفظ الجلالة، أقول يا الله، ما عدا ذلك لا يجوز. فلما أقول مثلا يا زيد الحارث، طب لو حذفنا زيد ينفع نقول يا الحارث؟ ينفع؟ يبقى ده يعرب عطف بيان ولا يعرب بدلا. ليه؟ لأنه لا يصح إحلال محل الأول، يعني لو حذفنا الأول لا يصح أن يحل محله، فهمت يا بنتي؟
هذه خلاصة كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدلا إلا في هاتين المسألتين، إذا لم يصح يعني إذا لم يصح الاستغناء عنه أو لا يصح إحلال محل الأول، يعني لو إحلال يعني ممكن تحذف زيد وقول يا الحارس، أقول لا يجوز، لا يجوز نداء ما فيه المباشرة، لا بد من وسط أيو، أقول يا أيها الحارس. واضح يا بنتي؟ واضح يا شيخ عثمان؟ تفضل. ها؟ هما يا شيخنا استثنوا بعض الكلمات يا الله دي قولا واحدا، لما قل يا المنطلق دي كلمة مسموعة عن العرب فتحكى كما هي، لكن في غير كده لا، يعني دي كلمة في كلمات مسموعة ورد على العرب هكذا فتحكى، لما قالوا يا المنطلق أدخلوا يا على ال، بس ده كلام سمع لكن بعد ذلك لم يسمع إدخال ال على يا على ال، يعني هنقف إن شاء الله عند عطف النسق الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني أشرحه لكم، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.